لأننا نؤمن أن الصحة أساس الحياة، نتطلع دائماً أن نكون الأفضل من أجل خدمتكم، وثقتكم هي دافعنا. مصحة بوكرو تضمن لكم فريقاً متكامل وأطقم طبية أكفاء يسهرون على رعايتكم، تجهيزات ومعدات عالية الدقة والجودة، تخصصات وخدمات متعددة لما قبل وبعد العلاج. مصحة بوكرو، رعاية أهاليكم أولويتنا. هذا البرنامج برعاية مصحة بوكرو. الشراء والاقتناء تاع المواد الغذائيه يعني يكون غير عقلاني، وايضا يعني الطهي يطبخوا عده اصناف من الغذاء، رغم انهم يعني وقت الافطار ما يستهلكوش على الاقل الربع تاع هاد الكميات اللي طبخوها. يعني هذا الامر جد سلبي وجد خطير. الاجابه لي هي سنه النبي عليه الصلاه والسلام، يعني نبداو بالتمر، من تمره الى ثلاث تمرات باش نزودوا الجسم تاعنا بالطاقه وخاصه المعده، وبعدها نتوجهوا لتناول كوب من الماء باش نعوضوا يعني مستويات الماء اللي فقدناها اثناء ساعات الصيام الطويله. الاحسن نكسروا صيامنا، بعدها نتوجهوا لصلاه المغرب، ثم بعد الصلاه نباشروا في تناول وجبه الافطار. ومن الاحسن نكثر الالوان على قد ما نقدر، لانه كل لون راح يمد لي فيتامين معين وراح يمد لي مضاد اكسده معين. يعني نحط خس، نحط خيار، نحط جزر، ومن الاحسن نسبق البروتينات اللي كما قلنا في السابق اللي هي اللحوم او الدجاج او الاسماك او البيض، نسبقها هي على النشويات باش نتجنب الافراز الكبير تاع الانسولين بعد الصيام ساعات عديده. السكريات راح تفسد لي الجهد تاع الصيام تاعي كامل. انا بعد ما تحملت 15 ساعه او 16 ساعه من الصيام وعدلت مستوى السكر تاعي وعدلت مستوى الانسولين تاعي، خاصه الانسولين، يعني نجي ناكل نتناول هذيك القطعه الصغيره تاع الحلويات اللي راح تفسد لي الجهد تاعي كامل. والخطا الثاني تاع المقليات انها راح تضر لي القولون تاعي، وايضا الجسم تاع الانسان ماهوش مزود بهرمونات ولا انزيمات تهضم لنا الدهون النباتيه اللي تجينا من الزيوت تاع القلي. السهرات الرمضانيه مشهوره بالحلويات وبالتحليات المختلفه، هذا خطا كبير، لان يعني نقدروا نروحوا للبدائل صحيه يعني تكون بنينه وفي نفس الوقت تكون صحيه ومفيده. على الاقل في الفتره الممتده بين الافطار والسحور الانسان يحرص على تناول لتر ونصف من الماء، يعني والناس اللي ما تقدرش يشربوا نصف كوب كل 20 دقيقه. دكتور، بعد ما تحدثنا على وجبه الافطار وكيف الصائم يمكن له ان يفوت السهره تاعو بدون مشاكل صحيه، الان نروحوا الى وجبه السحور. نعم، وجبة السحور جد ضرورية ومهمة بالنسبة للصائم، لأن وجبة السحور هي الوجبة اللي راح نعتمد عليها خلال صيام، نعم خلال صيام نهار رمضان. هذه الوجبة لازم تكون صحية وفيها جميع المجموعات والعناصر الغذائية المختلفة، يعني من كربوهيدرات، من بروتينات، من دهون صحية، من ألياف ومعادن وفيتامينات. لكن عندنا عنصرين اساسيين لازم يتوفرونا في هذه الوجبه. العنصر الاول اللي هي الكربوهيدرات المعقده، لانه الامتصاص تاعها بطيء وبالتالي رايح تزودني اكثر بالطاقه على مدار اليوم، يعني اكثر من اني ناكل سكريات سريعه او سكريات بسيطه. العنصر الثاني اللي هو البوتاسيوم. البوتاسيوم نقدروا نسميوه محارب العطش في رمضان، لانه البوتاسيوم عنده دور حفظ الماء داخل الخليه، يعني يخلي الخليه تاعنا رطبه، على عكس الصوديوم او الملح. الصوديوم الماء اللي يكون داخل الخليه يعني هو يعمل على اخراجه الى الخارج، يعني الماء اللي انا تحصلت عليه اذا كثرت من اكل الملح والصوديوم راح يخرج من داخل الخليه الى خارجها، يعني وهذا الشيء راح يمد لي احساس بالعطش. وحتى لو تحصل اكثر ربما دكتور يمكن تقدمي امثله للمشاهدين. نعم، يعني من الاحسن نتناوله في اثناء الوجبه، يعني كمصادر للكربوهيدرات المعقده نتناول كعك الشوفان، نتناول خبز القمح الكامل، نتناول حتى يعني المسفوف تاعنا، لكن بشرط انه يكون مصنوع من القمح الكامل. اما بالنسبه للبوتاسيوم يعني فنلقاوه بكثره في الخضروات، في الفواكه، في التمور، يعني ومن بين اكثر الفواكه نلقاوه في الموز،
اما بالنسبه للخضروات فنلقاوها في السلطه في الخيار، يعني صحن السلطه راهو ضروري جدا يكون في وجبه الافطار ويكون في وجبه السحور. نلقاوها في الزبادي او الياغور الطبيعي، نعم نعم ناتور، بالاضافه الى انه غني بالبوتاسيوم، يعني يكون لي مصدر جيد للبروتينات. وكما تكون في السابق على الصوديوم، يعني لازم نجتنبوا الملح والاجبان والاشياء المخلله، يعني المخللات. مخللات، نعم. دكتور، احسن وقت للسحور وشنو هو؟ احسن وقت هو ان ناخر السحور يعني لساعه الفجر، يعني كيقرب اذان الفجر هكا، يعني باش نستفادوا من الغذاء تاعنا، خاصه يعني على مستوى الطاقه، يعني باش يمدني بالطاقه لفترات اكثر. دكتور، شوفوا انه كاين ناس وقت السحور يحبوا يشربوا القهوه، هل هذا الامر صحي ام لا؟ للاسف يعني عن بالي كاين بزاف مدمنين تاع القهوه، والاجابه تاعي راح تكون مؤسفه لهم، من لانه القهوه تحتوي على مواد يعني مدره للبول، يعني الماء اللي تحصلت عليه في فتره الافطار ولا في فتره السحور، بما اني يعني شربت الماء وتناولت خضروات وفواكه، يعني عندي مستوى جيد من المياه، يعني هذاك الماء كامل راح نضيعه بمجرد اني راح نشرب قهوه ولا شاي، لانها يعني مدره للبول. وبالتالي يعني القهوه قد يشربها قبل وقت؟ نعم، يعني القهوه تشرب يعني بعد الافطار بحوالي ساعتين او ثلاثه. دكتور، يعني شيء نستخلصوه مش تحدثت عليه، انه وجبه السحور تبقى دائما امر ضروري حتى الانسان يصوم بشكل عادي في اليوم الموالي. بكل تاكيد، يعني وجبه السحور اهميتها من وجبه الافطار، يعني الاثنين عندهم اهميه بالغه خلال شهر رمضان. دكتور، في الاخير نصائح تحب تقدميها للمشاهدين؟ تفضلي. ننصح المشاهدين يعني باش يهتموا بالتغذيه تاعهم، يعني لانه الاكل تاعنا هو اللي يحدد صحتنا، يعني كما كاين بزاف امثله يقول لك صحتك في غذائك، وايضا يعني نعرفوا بلي المعده هي بيت الداء والدواء، يعني من الاحسن نمدوا اهميه كبيره للغذاء تاعنا، ونحاولوا نتقفوا في هذا المجال باش ما نقعوش يعني في اخطاء اللي راح تمد لنا يعني لا سمح الله امراض ومشاكل صحيه. في الاخير دكتور، احنا نشكرك، نقول لك بارك الله فيك، المعلومات القيمه اللي قدمتيها للمشاهدين، وصحه رمضانك مره اخرى. شكرا، وصحه رمضانكم وصحه رمضان جميع المشاهدين. نؤمن أن الصحة أساس الحياة، نتطلع دائماً أن نكون الأفضل من أجل خدمتكم، وثقتكم هي دافعنا. مصحة بوكرو تضمن لكم فريقاً متكامل وأطقم طبية أكفاء يسهرون على رعايتكم، تجهيزات ومعدات عالية الدقة والجودة، تخصصات وخدمات متعددة لما قبل وبعد العلاج. مصحة بوكرو، رعاية أهاليكم أولويتنا. هذا البرنامج برعاية مصحة بوكرو.